أي مرحلة تمر فيها بحياتك ممكن تكبسها بكلمتين. هات كلمتين من أي لهجة، من أي لغة، تعبر عن ذروة عاطفتك في مرحلتك الحالية في حياتك. أنا بالنسبة لي الكلمة اليابانية تن بمعنى الشيء العالي القيمة المرتفع الأسمى من غيره، جمورو بمعنى النهاية المرضية لأي شيء وكل شيء، الأكادية، فأنا جمورو أموت عليها الأكادية. الثانية اليابانية تن، فبدون لا تذكر تفاصيل حياتك اسعدوني، اكتبوا كلمتين من لغات غير، من لهجات غير، تبرد قلبكم، تعبر عن مرحلتكم الحالية، شعور مريح ومرضي. توكلوا على الله. يلا يا أحبابي، ورونا الإبداعات. شكرا للمشاهدة.